السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ياسين من قناة ديال لارن سبانيش ويت ياسين، وهذا الفيديو غادي يكون مقسم لجوج ديال الأقسام. القسم الأول غادي يكون خاص بمجموعة من النصائح الخاصة بالمهاجرين الشرعيين أو غير الشرعيين اللي هما مقيمين هنا في إسبانيا، أو حتى بالنسبة للناس اللي هاد ناويين يجيو لإسبانيا. والشق الثاني غنهضرو فيه على كيفاش نتحاور او كيف اتحاور مع الشرطه الاسبانيه وانا لا اتكلم اللغه الاسبانيه، لان هذه الدوره ستكون مخصصه للجاليه او للمهاجرين العرب المقيمين هنا في اسبانيا والذين لا يتحدثون اللغه الاسبانيه. فسنحاول ان شاء الله تعالى في هذه الدوره نعملوا حوارات في اللغه الاسبانيه في مجموعه من المواقف اللي ممكن يتح فيها المهاجر الشرعي او غير الشرعي. بحال اليوم ان شاء الله غنعملوا حوار خاص بكيفاش نتحاور مع الشرطه اذا وقفوك الشرطه في الطريق، وانت سواء كنت مهاجر شرعي او غير شرعي فكيفاش نتحاور معهم وانا لا اتكلم اللغه الاسبانيه. فاذا كنت جيت في القناه فما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس ودير جيم باش يوصلوك الفيديوهات الجديده اللي هما غادي يكونوا مهمين بالنسبه ليك انت كمهاجر شرعي او غير شرعي بصفه عامه. اذا كنت هاد ناوي ان شاء الله تجي لاسبانيا فخصك يكون عندك جوج ديال الحاجات اللي هما اساسيين بامتياز، خصك ديرهم حلقات في ودنك كما كيقولوا في الدرجه المغربيه، اللي هما اول حاجه تكون تقدر تتواصل مع الناس باللغه الاسبانيه. يعني ما كنقولوش انك خصك تكون متقن اللغه الاسبانيه، ولكن على الاقل ان تكون لك المقدره على التواصل باللغه الاسبانيه. وثاني حاجه أن تكون لك حرفة أو مهارة التي ستشتغل بها في إسبانيا، لأن لا ما عندك لا لغة ولا حرفة باش غتخدم كيفاش غتعيش بس نطيحة ما يمكنش. دونك هادو جوج أمور، اللغة والحرفة أو المهنة أو المهارة بصفة عامة. وإذا كنت ديجا كاينة في إسبانيا وما عندك لا حرفة لا لغة فخصك أول حاجة تتعلمها هي اللغة. اللغة أهم حاجة، لأن كيف ستبحث عن العمل؟ كيف ستتواصل مع الخيفي كما يقال؟ عليك أن تكون متقن أو ليس متقن ولكن على الأقل تتكلم باللغة الإسبانية. فإن شاء الله احنا في الدورة غنحاولوا نطرقوا لهذه النقطة هذه. وطبعا لو أنت مهتم بتعلم اللغة الإسبانية كلغة فاحنا عندنا دورات أخرى في القناة، عندنا دورة القواعد اللي كنعلمك فيها القواعد، كنشرح فيها الأزمنة في اللغة الإسبانية، يعني عندنا دورة المفردات وتركيب الجمل. فتابع هاد الدورات هذوما الا كنت انت مهتم بتعلم اللغه الاسبانيه كلغه سواء للدراسه او للهجره او كثقافه عامه. فما تنساش تدخل للقناه وراح تلقى الدورات كاملين كاينه، وكل نهار ان شاء الله حنا كنحطوا حلقه جديده في كل دوره مهاريه، تكون اول حلقه في دوره ديال خاصه بالحوارات الخاصه بالمهاجرين الذين لا يتكلمون اللغه الاسبانيه. فما تنساش تشترك في القناه ودير الجرس، تفعل الجرس ودير جيم باش دعمنا حنايا كمنشئ هذا المحتوى هذا باش نستمروا ان شاء الله ونبداو الدرس ديال اليوم. اول حاجه غنبداو بها هي انت غادي في الشارع وقف عليك البوليسي. دونك علاش غادي يوقف عليك هذا البوليسي؟ لانه شك فيك. وعلاش غيشك فيك؟ لانك اما طريقه اللبس ديالك مسخه او المظهر الخارجي ديالك يوحي انك لست من هنا ولست مهاجر شرعي وانما غير شرعي، لا من ناحية الهندام أو اللباس أو نظافة الملابس أو حتى النظرات كيف تنظر. هناك نصيحة سأقدمها لك هنا وهي لا تقم بوضع الشابو أبدا أو يعني القبية كما نقول هنا، لأن هذا ستجعل الشرطة تشك فيك. يعني هنا في إسبانيا ما خصكش تدرق وجهك أبدا، حاول ما أمكن تخلي راسك عريان يعني عادي. في حالة إذا كان البرد راه ممكن دير القبية، ولكن حاول ما أمكن تخلي راسك باين. حنا اللي نفرض أنك البوليس وقف عليك بغض النظر على السبب، دونك وأنت ما كتعرفش اللغة الإسبانية فكيفاش غتواصل معاه؟ دونك أول حاجة غادي يبدا بها هذا البوليسي أو أي شخص بصفة عامة
غادي يبغي يلقي التحيه، غادي يقول لك اولا. انت باش تجاوبو خصك تقول له اولا. الا قال لك بوينوس دياس، اذا كان الصباح يعني صباح الخير، فخصك تجاوبو انت بوينوس دياس. الا قال لك بوينس تارديس اللي هي مساء الخير، فخصك تجاوبو بوينس تارديس. الا قال لك بوينس نوتشيس اللي هي الا كان الليل، فخصك تجاوبو كذلك بوينس نوتشيس. او يقدر يقول لك بوينس. هنا في اسبانيا بزاف الناس كيقولوا بوينس بوينس، فانت جاوب بوينس لبغيتي. دونك هذه بالنسبه للتحيه. مورا التحيه غادي يبغي يسولك شنو الاسم ديالك. دونك باش يسولك شنو الاسم ديالك او يعني باش انت تعرف بنفسك، يقدر يسولك ثلاثه الاسئله او واحده من هاد الثلاثه هذوما. يا اما يقول لك كومو تياماس، كومو تياماس، كومو تياماس، يعني شنو الاسم اللي سميتك. باش نجاوب على هذا السؤال كنقول ميامو ياسين او ميامو محمد، ميامو على حسب الاسم ديالك سواء بنت او ولد. او يقدر يسولك كواليس تو نومبري، كوال إيس تو نومبري اللي هي تايا كتعني شنو الاسم ديالك، ما هو اسمك. فكنجاوب على هذا السؤال مي نومبري إيس، مي نومبري إيس ياسين، مي نومبري إيس علي، مي نومبري إيس على حسب الاسم ديالك طبعا. او يقدر يسولك بواحد الطريقه واحده اخرى اللي هي ماشي نقدمها شويه، ولكن ما عرف على حسب رجل الشرطه اللي لقيت وصل معك. ملي يقول لك كينيريس، يعني شكون انت هنايا، يعني من انت. لقد كين إيريس، فكنجاوبو بصوي ياسين أو صوي علي أو صوي محمد على حسب، أو جو صوي بحال 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 صوي بحال جو صوي. صافي. دوك ندوزو للحوار اللي موراه. موراه يقدر يطلب لك التعريف ديالك، يعني يقدر يقول لك تو إيدينتيفيكاسيون بور فابور، تو إيدينتيفيكاسيون بور فابور، تعريفك من فضلك. فإذا كان عندك التعريف ستقول له بالي و وغتجيب التعريف وتعطيه التعريف ديالك. او يقدر يسولك بطريقه واحده اخرى، الى عرفك انت مهاجر غادي يقول لك تينيس باسابورتي، تينيس باسابورتي، يعني واش عندك الباسبور، هل لديك جواز سفر. فاذا كان عندك تقول له بالي، ما كانش عندك تقول له نو تينغو، نو تينغو. يقدر يقول لك دي دوندي ايريس، دي دوندي ايريس، دي دوندي ايريس، يعني من اين انت. فانت باش تجاوب على هذا السؤال هدايا نقول جو سوي دي، ثم اسم الدوله مثلا جو سوي دي مارويكوس، انا من المغرب. جو سوي دي ارخيليا، انا من الجزائر، على حسب الدوله التي تسكن فيها او التي اتيت منها. يقدر يسولك بطريقه واحده اخرى، يقدر يقول لك مثلا كواندو بينيستي اسبانيا، كواندو بينيستي اسبانيا، يعني متى جئت الى اسبانيا، فوق جيت لاسبانيا. باش تجاوب على هذا السؤال كنقولوا ال 5 دي مارسو، مثلا في خامسة في ال في يعني خمسة في مارس، يعني في الخامسة من مارس. أو الكواترو دي فبريرو، على حسب التاريخ اللي جيتي فيه. أو تقدر تجاوب مثلا منذ ثلاث أشهر، مثلا نقولوا بالإسبانية أسي تريس ميسيس، أو أسي أونانيو، منذ حوالي عام أو منذ حوالي ثلاث أشهر. ثم تضع التاريخ، يعني أسي تعني منذ، ثم تضع التاريخ منذ تضع التاريخ. أو تقدر تجاوب مثلا منذ تسعة أشهر تقريبا. كيف نقول هذه الجملة؟ نقول أسي نويفي ميسيس ماسو مينوس، ماسو مينوس يعني تقريبا، يعني أنت ما معرفش التاريخ بالضبط ولكن تقريبا. دونك أسي تريس ميسيس ماسو مينوس. كوانتو تيمبو جيباس أكي إن إسبانيا، كوانتو tiempo llevas aquí en España، يعني شحال ديال الوقت وانت كاين في اسبانيا. صافي، هذا هو التعريف ديال السؤال. دوك باش نجاوب على هذا السؤال كاين جوج طرق، يا اما تقول اونو سينكو ميسيس، واحد خمسه ديال الاشهر، يعني خمسه اشهر، اونو سينكو ميسيس، او اونو ستريس ميسيس، او على حسب الوقت، او اونانيو. وتقدر تجاوب بطريقه اخرى تقول جيبو تريس ميسيس، يعني جبت واحد ثلاثه شهور هنايا. هذا هو التعريف تقريبا. دونك هادو هما الطرق اللي ممكن نجاوب بهم على هذا السؤال. وقدر يجاوبك عاوتاني بطريقه اخرى، يقدر يقول يسولك عفوا بطريقه اخرى، مثلا إيريس توريستا، إيريس توريستا، هل انت سائح. اذا كنت فعلا سائح تقول له سي سوي توريستا، اذا كنت ماشي سائح تقول له نو. ايضا كاين سؤال اخر يقدر يسولك به، يقدر يسولك عليه رجل الشرطه، واللي هو يا اريس ليغال،
و illegal، يعني هل أنت شرعي أو غير شرعي؟ باش تجاوب على هذا السؤال، في حالة إذا كنت شرعي كتقول له سي سو illegal، إذا كنت غير شرعي كتقول له نو نو سو illegal pero estoy empadronado y resido aquí. شنو كتعني هذه الجملة هذه؟ وهذه الجملة هذه هي أهم جملة في هذا الحوار كامل، لأن هنا في إسبانيا نورمالمون القانون الإسباني يعترف بالمهاجرين الغير شرعيين، لكن فقط خاص تكون عندك شهادة سكنة، يعني أنت ما عندكش لاكارت ناسيونال ولكن خاص تكون عندك شهادة سكنة، لأن هي اللي كتثبت أنك ساكن في إسبانيا وساكن في البلاصة الفلانية. في حالة إذا عملتي الشهر ولا شي حاجة كيعرفوك فين ساكن، لأن يعني أهم حاجة عند البوليس هو يعرفوا الشخص كل واحد فين ساكن. دونك أنت أول حاجة ملي تجي لإسبانيا كدير شهادة السكنة وكتوزع معك، هذيك تولي في حالك في الناسيونال ديالك. اذا كنقولوا نو سو ليغال pero يعني لكن estoy empadronado y resido aquí، يعني انا مسجل ومقيم هنا. في حال اذا كنت انت مثلا في شي منطقه ماشي اللي ساكن فيها بالضبط، مثلا انت كنت في مدريد غير من اجل السياحه ومن اجل السفر، ولكن انت مسجل في 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 في, في, في برشلونه، فخصك تقول له هنايا estoy empadronado y resido en Barcelona، يعني انا مسجل ومقيم في برشلونه. اذا كنت مسجل في برشلونه ولكن مقيم في مدريد، يعني انت عندك شهاده سكنه في برشلونه ولكن انت في مدريد من اجل الخدمه ولا من اجل اي حاجه، فكتقول له estoy empadronado en Barcelona y resido aquí en Madrid. هذا هو الفرق بين هاد جوج ديال الكلمات. دونك ندوزو للسؤال الموالي. يقدر يسولك استاس ترابخاندو او نو، يعني هل انت تعمل ام لا. باش تجاوب على هذا السؤال في حاله اذا كنت مخدم كتقول له نو نو استوي ترابخاندو، اذا كنت خدام كتقول له سي استوي ترابخاندو. موراها يقدر يسولك فين خدام، يعني دوندي او دوندي استاس ترابخاندو، كتقول له ان وكتقول بلاصه الخدمه، او استوي ترابخاندو ان وتقول بلاصه الخدمه. دوندي بيبيس اين تسكن، تقول له بيبو ان مورسيا، بيبو ان مدريد، بيبو ان. وإلا كنت انت مثلا في مورسيا وسولك فين ساكن بالضبط في مورسيا، كتقول له بيبو ان وتقول العنوان ديال 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 الساكن ديالك، صافي. او يقدر يقول لك كواليستو دوميسيليو، يعني ما هو عنوان سكني. فهنا خصك تقول العنوان بالضبط اللي انت ساكن فيه اللي عندك في شهاده السكنه. يقدر يقول لك كواليستو ديريكسيون، حتى هي نفس المعنى، يعني شنو الديريكسيون ديالك، يعني فين ساكن بالضبط، العنوان ديال الدار. دونك هادو جوج اسئله يقدروا يتسولوا والجواب ديالهم كيكون اس ان اس او لا اس ان كاي سان رافائيل تا 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 او ان كاي تا 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 على حسب العنوان ديال 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 الدار. كون كين بيبيس او كون كين استاس فيفيندو، مع من ساكن. فاذا كنت ساكن مع شي واحد كتقول له بيبو con familia، vivo con amigos او estoy viviendo con familia او estoy viviendo con amigos compañeros de trabajo lo que sea، على حسب انت فين فين خدام فين ساكن عفوا. ولا كنتي ساكن بوحديتك كتقول vivo solo او estoy viviendo solo. السؤال اللي موريك يقول cuál es tu nacionalidad، شنو هي الجنسيه ديالك. اذا باش نجاوب على السؤال كنقولوا soy أو تقول الجنسية soy marroquí، مثلا أنا مغربي soy argelio creo argelio sí soy argelio أو soy egipcio أنا مصري، على حسب الجنسية ديالك نتايا. دونك ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الموالي غادي يسولك por qué viniste a España، يعني علاش جيتي لإسبانيا أصلا، علاش جيتي. فهنا باش تجاوب مثلا واش بور توريستا، تقول له مثلا بور توريستا من اجل السياحه، انا جيت لاسبانيا من اجل السياحه. اذا كنت شرعي تقول له من اجل السياحه. ولا كنت ماشي شرعي واصلا عارف لا جيت لاسبانيا حتى شي يسولك هذا السؤال هذايا. ولكن السؤال قد يتطرح بجوج طرق، يا اما بور كي فينيستي اسبانيا او بور كي اس فينيدو اسبانيا. هنا جوج ازمنه في الماضي، وطبعا راه تلقاو الشرح ديالهم في القناه شنو الفرق بين هذا الماضي الاول اللي قلنا بينيستي والماضي الثاني اللي قلنا اسبينيدو، وهي نفس معنى الجمله. تقدر تجاوب بورتوريستا، او تقدر تجاوب مثلا بارا فيسيتار ا فاميليا او امي فاميليا، باش نزور عائلتي، باش
يعني لا حسب الغلط اللي جيتي لي له. السؤال الموالي يقدر يسولك كي بينسا سافير، كي بينسا سافير شنو ناوي دير؟ وهذا سؤال الصراحه صعب يعني مثلا، ولا الاجابه ديالو الصراحه الاجابه الوحيده اللي نقدر نقول لك هي مثلا تقدر تجاوب بصفه عامه نادا مالو، يعني لا شيء سيء، يعني ما جيتش درتي حاجه شي حاجه خايبه. السؤال اللي موراه اللي يقدر يسولك البوليس مثلا استاس كاسادو او سولتيرو، استاس كاسادو هل انت متزوج ام عازب، او يقدر يسولك هل انت متزوج. فهنايا على حسب شنو، الا كنت متزوج تقول له سي استوي كاسادو، كنت ماشي مزوج تقول له نو استوي سولتيرو او استوي ديفورسيادو مطلق، على حسب الحاله المدنيه ديالك. تينيس اخوس، تينيس اخوس يعني عندك الاولاد، كان عندك تقول له سي تينغو، يقدر يقول لك كوانتو اللي شحال العدد، تقول له تينغو تريس دوس اخوس على حسب. او مثلا لا عندك مثلا جوج اولاد وبنت، تقول له دوس اخوس اي اونا ايخا، اذا عندك مثلا جوج اولاد وجوج بنات دوس اخوس اي دوس ايخاس، عندك ولد واحد اونيخو، بنت واحده اونا ايخا. اخر سؤال غادي نختموا به هو يقدر يقول لك مثلا شحال في عمرك، وهذاك الصراحه نقولوه في الاول ما قلناش. المهم شحال في عمرك، يعني كوانتو سانوس تينيس، كوانتو سانوس تينيس، تقول له تينغو 25 انيوس، تينغو 20 انيوس، تينغو 21 و 22 23 يعني على حسب العمر اللي عندك انت. باش نسهل لك الماموريه، الا كنت ما عارفش كيفاش تقول عمرك بالاسبانيه، دخل لجوجل وكتب عمري 40 سنه، وغتدخل لك الترجمه ديالها بالاسبانيه تينغو 40 انيوس، على حسب العمر ديالك انت شحال. انا عطيتك الطريقه كيفاش تعرف شحال العمر ديالك. وبهذا الشيء غادي نكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تتابعوا مع هذا الفيديو مزيان، تبارطاجيوه بزاف لان فيه بزاف الافاده للاخوان المهاجرين اللي هنايا اللي مساكن اللي مايا كيلقاو صعوبات كيفاش يتواصلوا في اللغه الاسبانيه. بارطاجيو معهم هذا الفيديو هذايا اللي فيه نصائح بالاضافه لكيفاش نتعاملوا باللغه الاسبانيه في هذا الموقع، لان اغلبيه ديال لي فلوغر ولا اليوتيوبر اللي كاين هنا في يوتيوب كيعطيو نصائح، كيعطيو نصائح قيمه بزاف، ولكن الناس اللي ما كيعرفوش يهضروا بالاسبانيه كيفاش غيطبقوا ديك النصائح. وهذا هو لوبجي ديال هذا ديال وهذا هو الكونسيبت ديال هذا الفيديو هذايا ولا ديال هذه القناه ديالنا ان شاء الله. ولا في هذه الدوره غنحاولوا هذه المواقف اللي الناس كيعطيو فيها نصائح قيمه، حنا غنشوفوا هذه المواقف نلخصوها ونعطيكم حتى الحوارات كيفاش تحاوروا بالاسبانيه في هذه المواقف. مثلا في الفيديو الجاي ربما ندير لكم حوار كيفاش بغيت ناكل نمشي للمطعم، كيفاش نطلب الماكله ديالي الى اخره، ولا مهاجر ما كنعرف حتى حاجه، كيفاش بغيت نخرج شهاده السكنه، يعني غنمشي للمقاطعه فين غنمشي، كيفاش غادي نسول، كيفاش غنخلص الضريبه ديال واحد جوج اورو كيخلصوها على الضريبه على داك الشيء هذاك، يعني كيفاش نتواصل مع الموظفه، كيفاش نقول لها الحاله ديالي، نعبر على الحاله ديالي كيفاش دايره. دوك هادشي هذا ما تلقاوهش في فيديو اخرين خلينا صراحه، يعني غالبا المهاجرين كيدي مع شي واحد كيفهم الاسبانية وكيلقاو صعوبات، الناس اللي ما كيعرفوش حتى شي واحد شنو المصدر ديالهم. دونك هذا هو الهدف من هذا الفيديو، فكنتمنوا انكم تبارطاجيوه بزاف وديروا جيم لعجبكم المحتوى، وما عجبكمش المحتوى ديروا ديزلايك ما كاينش مشكل، وخليو شي كومونتير مزيان، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وديروا جيم، ديروا جيم، ديروا جيم، وتهلاو وتلاقوا في الفيديو الجاي.